الدكتور مختار نوح واحد من المحامين الكبار، هو نقابي لامع وقانوني بارز، والأهم بقى من ده كله أنه قيادي منشق عن جماعة الإخوان الإرهابية، يعني ربنا بيحبه ونفب بجلده بدري بدري. إنه يعرف تفاصيل كثيرة عن الهاربين والمسجونين من هذه الجماعة، ويعرف تاريخ من يناظرون على منصة قطر ومنبر تركيا الذين يقبضون بالدولارات وبياخدوا الرزا من الرزا والزكايب الزكايب. النهارده مع الدكتور مختار نوح اللي بشكره شكرا جزيلا ان هو لبى دعوتي لما كلمنا الاسبوع اللي فات. هنتكلم معاه عن التنظيم السري لجماعه الاخوان والخلافات بين قيادتها، وهنتكلم عن داعش وعمليه التجنيد للمتطرفين والعملاء والخونه وضعاف العقول. وانا بقى شخصيا هبص له واساله ان شقيت ليه يا دكتور عن الجماعه، هل كان زمانك هربان ام مسجون؟ لا، هو مش انشقاق، هو اختلاف طرق تماما. يعني الجماعه اتجهت في 13 سنه الاخيره اتجاها يعبر عن سيطره التنظيم الخاص على الجماعه. يعني التنظيم الخاص ده ما هي طول عمرها مسيطر عليها من التنظيم، يعني بس مش التنظيم الخاص. هو في تنظيم وفي جوه كمان تنظيم قطبي خاص، ده تنظيم تكفيري داخلي. يعني سيادتك كنت مقتنع بفكرة الإخوان المسلمين إلى أن ظهر التنظيم الخاص؟ هو ما ظهرش فجأة، هو كان موجود بس كان متغلب عليه. فكرة العنف ذاتها ما كانتش موجودة، إنما ظهرت في السنوات الأخيرة. يعني أول ما تم الاتفاق بين عمر التلمساني وأنور السادات كانت السلمية هي الأساس للاتفاق. كنت أنت ساعتها إخواني؟ لا، كنت لسه منتظر نتيجة المباحثات. السادات اشترط على عمر التلمساني ألا يسيطر على التنظيم، أفراد التنظيم الخاص. الكلام ده تم مراعاته أثناء حياة عمر التلمساني، إلا أن عمر التلمساني فوجئ بأن قضية بتقدم القضاء اسمها قضية التنظيم الخاص سنة 83. لما سأل عرف أن التنظيم الخاص كان بيخطط لقلب عمر التلمساني نفسه. بعد وفاة عمر التلمساني سيطر الفكر الخاص على الإخوان، تحولت من جماعة إصلاحية إلى جماعة إرهابية. يعني أفهم من سيادتك أن أنت مع فكر الجماعة الإصلاحية إلى الآن؟ أنا مع أي فكر إصلاحي يعبر عن السلمية الحقيقية. أنا مش مع فكر الإخوان تحديدا، ما أنا كنت مع الإخوان ومع الطرق الصوفية وأي فكر إصلاحي يحقق العملية الإصلاحية أنا كنت معه، ما كناش ضده. وهو دي الأسس اللي كانت في المرحلة الأولى لانطلاقة السادات بالجماعات الإصلاحية، مع أن السادات استخدمها بعد كده استخدام سياسي وأفرج عن العنف. أنا بعتبر أن السادات هو الأساس في أو هو السبب في كثير مما يحدث الآن. هم قتلوه هو نفسه. أيوه، ما هو على نفسها جنت براكش. هو أسامة الباز قال له كده. أسامة الباز قال له كده، قال له أنت أفرجت عنهم بكره هيقتلوه. وقد كان 25 يناير إخوانية في اليوم الرابع. طبعا إخواني، هل نجاحها اعتمد على الإخوان؟ التخطيط الأمريكي الإخواني. بمعنى؟ بمعنى أن حصل اتصال ولقاء، حصل لقاءات بين أمريكا والإخوان 4 مرات تقريبا أو 5 محوريين، يعني قبل 25 يناير. محوريين أساسيين، وحصل لقاء بين الإخوان وبين السفراء الأوروبيين بواسطة سعد الدين إبراهيم، هو الذي رتب لهذا اللقاء. هذا اللقاء تم فيه تبادل وجهات النظر، من ضمن وجهات النظر أن أوروبا أو أمريكا على وجه التحديد لم تعد غاضبة من أن تتولى جماعة مذهبية شؤون مصر. البلاد في مصر بعد ما حدثت المظاهرات، بالعكس ده أمريكا إدت الضوء الأخضر لخالد شاطر عشان ينزل الانتخابات كرئيس. وقد كان كل المسائل المحورية كان بيتم الترتيب فيها في حجرة مغلقة. من ضمن فين الحجرة دي يا دكتور؟ في الأول كانت في سوق التوفية، إنما دلوقتي بقت في المانيال، وأصبح بعد المانيال في مقر خاص للقاءات دي تحت أعين الدولة المصرية. شوف حضرتك، إذا حد قال لك إن الدولة المصرية كانت ضد الإخوان ما تصدقوش. الدولة المصرية بتاعت مبارك تقصد؟ مبارك والسادات وغير ذلك. كيف؟
كان في تنسيق كامل. يعني هو مبارك كان عايز الاخوان، كان محتاجهم زي ما هم محتاجينه، ومحدش كان من اللي قالوا احنا ثوره واللي خرجوا في الثوره كان ضد نظام مبارك، بالعكس كلهم كانوا بينسقوا مع نظام مبارك، بالذات الحركات الاسلاميه السلفي منها والاخوان كانوا جزء من نظام مبارك. بس هو في انتخابات 2010 تم الغدر بيهم تماما. هو مش غدر، ده كل ده شد ودن نظام ودعبه، مفيش غدر، في اتفاق على ان تبقى الاخوان يعني موجوده وقائمه وناخد منهم. هل لانهم اقوى قوى معارضه كانت بتواجه النظام؟ لا، النظام لم يصنع قوى معارضه غيرها، ولا يريد ولا يوافق على اي قوى معارضه ثانيه. النظام يستطيع ان يخاطب الاخوان. حضرتك بتكلم عن نظام مبارك؟ نظام مبارك 30 سنه. عفوا، بعد نظام مبارك اما مشي في حاله السخط الشديده من الشعب اللي اتصدرت لنا في الاعلام، احد اهم رموز مبارك كان هو المنافس للاخوان في انتخابات الرئاسه وهو الفريق احمد شفيق. ملوش علاقه بالسياسه دي احمد شفيق. احمد شفيق جاء ليكون انا شايف ان ال 12.5 مليون اللي خدهم جزء كبير منهم ان هو خلفيته مبارك. لا، ده جزء كبير منهم لانه كان ضد الاخوان. الاخوان لا تملك الا ال 5 مليون شعبيه ودعايه واخذ، ال 5 مليون اللي خدهم مرسي، مفيش غير كده. ما هو مرسي خد 13 مليون يا فندم. لا، خد 5 مليون. 13 مليون دول في التصويت العقابي، ده موضوع تاني. حضرتك اصل انت لازم تقيس الانتخابات، الانتخابات اترتبت صح. نتكلم في الانتخابات؟ اتفضل. ما يبقى فيها صداع شويه. اول حاجه لازم حازم صلاح واسماعيل يطلع، عشان ده قصاده عمر بيه، عشان ياخد من رصيد الاخوان، وقصاده عمر سليمان لازم يطلع. سيبك بقى من حكايه التوكيلات ومش التوكيلات، ده انا مسلمهم بايديا والله التوكيلات. يعني سيبك من التوكيلات، عمر سليمان لازم يطلع لانه هياخد من نصيب احمد شفيق. لازم تتعدد الجهات اللي هتاخد الرافضين للاخوان، عشان التصفيه تكون بين محمد مرسي واحمد شفيق. هل كنت تعلم ان شفيق هيخسر؟ شفيق ما خسرش، شفيق نجح طبعا. اي حد يقول لك كده لا تصدقه. واحنا قدلنا بشهادتنا طبعا، والمحضر موجود، والتحيات اللي عملتها النيابه موجوده ومش هتشوف النور. واحنا بيتحقق معانا كشهود، شفنا وقائع التزوير بانفسنا، وسمعنا التهنئه اللي وصلت لشفيق من شخص ما، يعني مبروك يا ريس بس خد بالك مننا. سمعناها وكنا قاعدين والحرس الجمهوري راح، ثاني يوم النتيجه عكس كده. لقد كان مقصودا ان يتم نجاح مرسي في هذه الفتره. مش كان مقصودا، كان لابد وفقا للمخطط الامريكي ان تكون المذهبيه هي الاساس اللي بتقوم عليها مصر. لولا ثوره 30 يونيو كان زمان مصر فين؟ والله انا شايف ان مش ثوره 30/6، انا شايف التعامل مع الموقف كان ذكي جدا. تقصد الرئيس السيسي؟ الرئيس السيسي والمخابرات، وعشان كده يعني المخابرات ليها حق تتدلع، اتعاملت مع الموقف بذكاء شديد جدا. ليه بقى اتعاملت مع الموقف بذكاء؟ كان لازم تمر السنه دي، وكان لازم مرسي يمسك، وكان لازم نرضخ للاراده الامريكيه في هذا الوقت، ثم نعرض كل شيء على الطبيعه. وقد كان. انا اكد لحضرتك ان الجيش لما كان بيوافق في اي قعده على اي قرار الاخوان كان عارف نتائجه. وكان مجموع القرارات لا دستورية، وكان مجموع القرارات ضرب الشرعية. ما هو أصلا زي ما بيقول يعني أحد الكتاب إن هناك ضرب الشرعية بالإرهاب، وهناك صناعة الإرهاب بالشرعية. ده اللي كان بيتم في السنة، صناعة الإرهاب بالشرعية. نعم. لكن اللي قبل كده كان ضرب الشرعية بالإرهاب، وده فشل. كان الجماعة الإسلامية، وكانت السلفية الجهادية، وكان السلفيين المتطرفين أيضا كانوا بيضربوا الشرعية بالإرهاب. النهاردة بعد ما تولى مرسي الحكم كانت الخطة هي ضرب الشرعية بواسطة الإرهاب، ضرب إيجاد الإرهاب بالشرعية، خلق الإرهاب. وإحنا الآن في جبل الحلال، الآن تدور معركة مرسي، لا تدور معركة الإرهابيين، تدور معركة السنة اللي جلسها مرسي والأسلحة اللي دخلت في السنة، الفاتورة. احنا الان بنقاتل. يقول لك في كهوف مش معروفه، الكهوف اللي مش معروفه دي كان ليها عناوين وكان ليها بريد في ايام مرسي، وقلنا هذا الكلام، وقلنا ان الصواريخ داخله بقواعدها ما كانش حد بيصدق ايام. البرادعي تحالف مع الاخوان؟ لا، البرادعي ينفذ اجنده خاصه ملوش علاقه بالاخوان. ولا هو تبع الجانب الامريكي؟ تبع الجانب الامريكي. ايمن نور؟
الأيمن نور خد من الإخوان بومبة كبيرة جدا، لكن أيمن نور مع نفسه. ولا هو الرداء الليبرالي لمغازلة كان زمان وشعر اللي نزل الميادين ده؟ لا سرعان ما اختلفوا، سرعان ما اختلفوا. أيمن نور دلوقتي يبحث لنفسه عن مكان تحت الشمس. هو قاعد في قناة الشرق، ما هو بيدور على مكان تحت الشمس. هو معنى ان عنده قناه يعني بقى تحت الشمس؟ هو عنده قناه ام الاخوان عندهم قناه وهو واجهه؟ لا لا، هو التمويل باسم ايمن نور والشغل باسم ايمن نور. مين اللي بيمول يا فندم؟ هنا بقى السؤال اللي اتكلم عنه الرئيس النهارده. يعني انا للدول التي تشجع الارهاب ان تتوقف، لسه قايلها النهارده. مين الرئيس السيسي؟ قطر تمويلها طبعا، تمويلها لا ينفذ. وتركيا يعني الواد معتز مطر والشباب اللي طبعًا هناك طبعا. تمويل اخواني وحضرتك، هي دي مساله استخبى. اي انسان بيطلعوا من تركيا العال دي بيطلعوا بتمويل قطري؟ انا بقول لحضرتك احنا سالنا بعض الضباط عن اسماء من ناس حبايبنا، دول انتوا عايزينهم في ايه؟ دول كانوا لا بيشوا ولا بيش. قالوا مين قال احنا عايزينهم؟ هم اللي عايزين يسافروا. يعني كتير جدا من اللي سافروا دول بيقبضوا على حس انه بيسافر. قطري ام دولار؟ لا القطر طبعا هي المتبنية كل حاجة. يعني أنا أقول لحضرتك حاجة، قطر في هذا الموضوع كانت الأول بتنفذ السياسة، الآن هي ملهاش خيار إنها تستمر في هذه السياسة. ليه؟ قطر ضيعة، قطر ضيعة، وبسياسة ترامب ضيعة أكتر. لابد أن تحقق شيء ملموس على الأرض. قطر متورطة في السياسة العبيطة اللي استهلكتها طوال الفترة اللي فاتت. حضرتك زي تركيا، بس تركيا سهل تعمل يعني يعني سهل جدا، لان تركيا عندها المرونه الكافيه والجرأه والسياسه الخارجيه اللي تقدر تبرر بها اي تصرف. هل تتصور ان رجب طيب اردوغان على اتصال بالتنظيم الدولي للاخوان، وبالتالي شويه العال دي في مأمن داخل تركيا؟ طبعا هو يستفيد من، بس مع التحفظ على كلمه التنظيم الدولي، لان ما فيش تنظيم دولي، في اشخاص دوليين. زي اشخاص دوليين زي ابراهيم منير مثلا، انما تنظيم بمعنى تنظيم لا. كل اخوان في بلد بسياستهم. في الكويت اخوان الكويت ضد اخوان مصر مثلا، اخوان البحرين مع السلطه وضد الشيعه، هم والسلطه ضد الشيعه، وهكذا. يعني كل بلد ليها سياستها. الاخوان مش حاجه واحده. اخوان ماسونيين يعني على الطراز الماسوني كده، الهيكل الاخواني ده، نقدر نقول ان ميكافيليين الى اقصى حد دلوقتي. لكن التنظيم نفسه الشكل الهرمي ده، الشكل الماسوني، لا سهل. يعني سهل صناعته انه كان موجود من قبل حسن البنا. انا بحس ان اللي يخش الاخوان يفضل مصاب بهذه العدوى، يعني يفضل حتى لو اتعالج بيفضل في حاجه، هم بيعملوا حاجه ايه انا مش عارف ايه هي. لا اللي بيدخل التنظيم الخاص مش الاخوان. ما هو هنا التفرقه مهمه جدا. اللي بيدخل التنظيم الخاص بيتعرض لدورات تدريبيه خاصه وكتب خاصه وتربيه خاصه، وهو ده اللي بيتولى القياده. يعني حضرتك لما تشوف الكتاتني مثلا، تجد البرلمان اديها كتتني، الشورى كتتني، المجلس الدستوري دي كتتني، اي حاجه حط الكتتني، كان مفيش غير الكتتني. بس هو الوحيد اللي محل ثقه في الاشخاص اللي ظهرت دي. دي طبيعه التنظيم الخاص، انه يصدر اهل الثقه مش اهل الكفاءه، وبيربيهم تربيه خاصه، بيصنعهم تربيه خاصه. فكره التكفير ده ما بيتقالش داخل الاخوان. الاخوان هم اللي عملوا موقعة الجمل؟ ليهم يد طبعا. الاخوان جناحهم العسكري هو حماس؟ هي كانت تستفيد من حماس وقت ما قامت، لكن بعد كده تبين ان حماس دي صناعه اسرائيليه. كيف؟ تشجيع اسرائيلي. ما انت هتحط حماس. طب وليه ما تكونش تشجيع اسرائيلي او النبته اسرائيليه كما كان الاخوان نبته بريطانيه؟ حصل التلاقي بقى. الاخوان يظنون ان تزاوج حماس، يظنون ان حماس تنظيم اسلامي. حماس دول قتالين قتلة. حماس لو تنظيم اسلامي الان لازم يتحد مع الضفة الغربية، ولازم يتحد مع الجبهة، لان فلسطين ضاعت على ايديهم، على ايدين الاثنين مش على ايدين واحد بس. ومع ذلك هي مهتمية بالاربعة خمسة كيلومتر اللي هي قاعدة فيهم، وناسية خالص ان فلسطين ضاعت. لان حماس منزوعة السلاح الا في مواجهتنا. حماس ما تقدرش تهرب سلاح داخل اسرائيل ولا من خلال اسرائيل، لكن في مواجهتنا احنا. حماس بتشتغل لحساب اسرائيل حاليا في جبهه الحلال؟ لا مش لحساب، انما اسرائيل زي امريكا تستخدم الاشخاص دون ان يعلموا. يعني امريكا فضلت تستخدم كل اللي حضرتك شايفه ده لغايه اما الناس فاقت. قال هي امريكا عملت فينا كده ليه؟ امريكا عملت في مبارك كده ليه؟ مثلا مع رفض الشديد لمبارك ونظامه وايامه وكل حاجه. انت بترفضها؟ طبعا. انا كنت بحبها جدا.
كل واحد حر بقى في الاكل اللي يحبها. ايوه. انما مبارك طبعا كان هو اللي ساهم مساهمه فعاله في القضاء على كل الفكر الموجود والابقاء على فكر الاخوان فقط. والان ربما تتكرر الملحمه مره اخرى حيث يضيق المناخ ولا يفسح الافكار او المشروعات القوميه انها تاخذ وضعها وتصبح القضيه قضيه اخوان ولا اخوان. اذا هاجمت الحكومه او الجيش انت راجل اخوان، اذا ما هاجمتوش انت مع السلطه. اعتقد المعادله دي لازم تتغير بقى. ام المصالح اتصالحت؟ بمعنى 6 ابريل اتصالحت مصالحهم مع الاخوان فخدوا الصبغه الاخوانيه لانها الاعم او الاشمل. اللي بيرشحوا الفريق شفيق خدوا الصبغه الفلوليه لانه ما كل قال مبارك اشمل وهكذا، يعني هو في تحت كلمه فلول اللي هي طلعها الاخوان بالمناسبه تيارات كتيره جدا، بس دايما تجد الفلول مع الشرطه مع الجيش مع القضاء مع الرئيس ما عدا مرسي لانه ما كانش رئيس. ودايما تجد الـ يعني مثلا الدكتور علاء الاسواني انا ما شفتوش مره بينتقد مرسي. جورج اسحاق انا ما شفتوش مره بينتقد مرسي الا لما الحكايه بدات تقع. ايمن نور لو نتذكر جميعا الاجتماع بتاع السد الاثيوبي اللي اتفتح على الهواء وسمعناه من داخل قصر الاتحاديه في حاجه اشبه بالكاميرا الخفيه. يعني مصالحهم المعارضه كلها انضمت الى خيرت الشاطر ومرسي. ده مش معناه ان هم اخوان لكن مصالحهم مع الاخوان. لا ده كلام سليم بس متاخر. يعني المصالح مع الاخوان بدات لما ارهاصات الواقع قالت للاخوان لا تحكم. ايمن نور تصالح طبعا مع الاخوان وقعدوا قعدات واجتمعوا، وكان ايمن نور بيستخدم الاخرين لتتقيل وزنه قدام الاخوان، وايمن نور كان موعود برئاسه الوزراء وحصل خلاف. يعني في سامي كمال الدين سليم عزوز العادي لبس التوب الاخوان وراحت لقطر. محمد الجوادي لا، محمد الجوادي اخوان من اول يوم. ايه؟ اه طبعا. بس ما كانش معروف. لا ما هو مصر وبيكتب ويعمل كتب كان دوره كده. احنا اكتشفنا في عهد الاخوان الله يحرقه عهد ان في ناس كثيره من اللي احنا نعرفهم اخوان واحنا مش واخدين بالنا. بس هو الجوادي كان دوره كده ان يظهر بمظهر العالم، لكنه كان يفرض على البرامج زي برنامج دكتور هاله سرحان زي برنامج كذا. ممكن تجد الاخوان يبعتوه عشان يدخل في المناقشه ويحدث نوع من انواع التوازن. ده له رساله. يعني الجوادي له رساله ومعتز مطر كان له رساله. كل هؤلاء معتز مطر ده له رساله؟ طبعا. ايه رساله الله غالب ولا رساله؟ لا رساله تكليف. حضرتك كل دول جنود. جنود. ايمن نور الوحيد اللي كانت مصالح متبادله. هو في جندي يفتح صدره كده زي معتز؟ في. والله؟ لما يكون الدور حط مكياج الدور الموضوع له معتز انه يفتح صدره. حط مكياج يا معتز. هو اللي بيلبس قمصان موف ايوه يا فندم لما يكون الدور هو معتز وتخن كده وربرب معتز احلام. مش كل واحد كان تبع الاخوان هتفتكر ان هو يعني مؤمن. طب علاء صادق حضرتك كل الاسماء اللي بتقولها دي اغلبها كان اخوان. كان علاء صادق ده علاء صادق ده كان بيخاف من خياله يا فندم. كان اخوان وكان في تلفزيون مصر وابو تريكه. يعني انا ابو تريكه كان اخوان وترتب معاه. يعني احنا اللي بنعمل نفسنا مفاجئين بس عشان عشان اخراج المسرحيه. انما كل المسائل دي عندك ما يثبت ان ابو تريكه اخوان؟ طبعا. الناس مش مصدقه انه اخوان. لا لا هو اخوان. هو اخوان بس ما اذاش حد. مول شارك في رابعه لكن ما اذاش حد. لان ابو تريكه كمان تفكيره السياسي ضحل جدا. انا مش بدافع عنه انما انا بوصفه. هو ابو تريكه تفكيره السياسي ضحل جدا. لكن ان احنا نقول انه دخل في الاخوان ومخططاتهم والبعد كارهاب يعني لا 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 طبعا. طب ومعتز اخوان ولا اخوات؟ بيأدي دوره ما زال. بيأدي دوره ما زال. معتز بيأدي دوره ما زال. حضرتك كل الناس دي كلفت في وقت من الاوقات. انا حكيت لك يعني رئيس الوزراء اللي جابوه الاخوان يعني جابوه منين؟ هشام قنديم في شارع المساحه ساكن. اجابوه منين يعني؟ ما هو ده كان اخوان وهو ملوش تقريبا في المسائل الدينيه خالص، انما كان اخوان بالعماله بالمنفعه بالرقه باللطف. يعني هشام قنديل من الاسماء اللي محطوطه وهكذا. انت لما تكشف هم عندهم الثقه. بس هو كان بتاع راي يعني كان بيفهم في الراي والحاجات دي. بس حضرتك وهو في حكومه مبارك وهو في نظام مبارك طول عمره اخوان. يعني المسائل دي كلها ما كانتش خفيه، لكن هي لما اتكشفت بقينا مفاجئين. والان في ناس كتيره اخوان موجوده
ومع ذلك مش قادرين يلموه. يعني واحد زي مثلا هشام عبد الله وزوجته اللي عامله فيها مناضله دي ما بتغيرش لبسها دي، دول لا يمكن تشك اللحظه ان الناس دي كانت اخوان. يعني واحد راجل حشاش بقى، انا اسف يعني اقول لك كده، انا شفته بعناية دول بيجري ورا الحشيش والمخدرات والحاجات اللي بالشكل ده. هل هو الاخوان بيحششوا يعني لا هو المصطلح، هو المصطلح بس محتاج تنقيح. يعني هو المصطلح اخوان ولا مع الاخوان ولا مصالح ولا استفاد من الاخوان؟ زي حضرتك ما قلت، تصالح، تصالح المصالح، يعني نوع من انواع تصالح المصالح. هي دي المسائل كده، وهي قطر فجاه اذا تخاصمت مصالحها مع الاخوان هتجد ماساه، ماساه طرد ومنع دخوله. انا اعتقد ان الاخوان لعبه سياسه وعليها ان تجرب طعم السياسه المر. هي دي، هي دي المساله. انما تاصيل المساله اخلاقيا الاخوان ضاعت لما تنظيم الخاص سيطر سنه 1990 عليها. وانا مين مين رموز التنظيم الخاص ده؟ بديع خيرت طبعا. لا خيرت طبعا، بديع ما ملوش في حاجه. طب بديع يسمع ويطيع يعني؟ مهدي عاكف ولا مهدي عاكف؟ انما تقدر تقول خيرت، رشاد بيومي، محمود غزلان، عزت، محمود عزت طبعا ده امير التنظيم الخاص، ده هو المسؤول، هو المرشد الحقيقي. ومرسي يعني زي ما صورناه قبل كده في الكتب، انت شفت الفيلم مش كده؟ طبعا. مرسي لا علاقه له بالحكم خالص. يعني الراجل ده اتظلم، اتظلم من حيث الامكانيات والمكان اللي هو حط نفسه فيه. يعني حادثه الاتحاديه نفسها انا اشهد بان هو ملوش دور فيه. حضرتك تعرف هو فين دلوقتي؟ موقعه يعني بيعمل ايه في السجن؟ انا عارف ان عندك يعني المعامله جيده جدا في السجن، الاخوان بالذات. واذا الداخليه قالت غير كده ابقى انا اللي صح مش هي. المعامله جيده جدا للاخوان بالذات. ايوه، ما هو فكره انك تكون مسجون مش لازم تعذب يعني، ما هو لا لا مش لا يعني. يمكن المسجونين الاخرين ممكن يعاملوا معامله سيئه. والله احنا دخلنا السجون وشفنا حلقات داخلها ما شفناش يعني حاجه. جورج اسحاق بقى يعني زار السجن، فاداره السجن طلعت له عصام سلطان وشتم وتهجم عليه، كان هو وشهين ده مقلي طلعوا، وكل ما يروح في حته جورج يتشتم. لا الراجل اللي كان حاسن النيه، انما طلعوا له عصام سلطان يعني. فعصام سلطان كان مع اللواء بتاع مدير مصلحه السجون كان كويس جدا. انما اللي احنا رايحين لهم اصلا ما زرناهمش، مش انا، هم يعني او لجنه حقوق الانسان. مين كنت بتقعد معاهم في اجتماعاتك اثناء ما كنت في الاخوان وكان المفروض ان هم يبانوا داخل المجتمع المصري ان هم مش اخوان؟ لا انا شخصيا من الاخوان اللي كنت اعرفهم كنت اعرفهم بالحديث. يعني انت تستطيع كشف الاخوان؟ لو جبت لك واحد تعرف ده اخواني ولا مش اخواني طبعا، ايا كان سنه طبعا، واعرف ارهابي ولا مش ارهابي، واعرف بيؤمن بالفكر الخاص ولا ما بيؤمنش، اعرف بيؤمن بالفكر القطبي ولا ما بيؤمنش طبعا. ايه رايك في مسلسل الجماعه اللي قدمه الاستاذ وحيد حامد؟ اعتقد الجديد هيبقى فيه جهد اكبر لانه لجأ للاشخاص اللي كانوا في الجماعه. يعني في القديم ما لجأش كتير للاشخاص، لجأ للكتب، وهي دي المساله. طبعا وحيد حامد استاذ عزيز وغالي، هو ناقشني في الجديد اللي هيقدمه. هيبقى افضل من الاولاني؟ افضل وادق، مش بس افضل، افضل وادق. هل ساعد مسلسل الجماعه ده على 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 تسليط الضوء على الاخوان ولا النفور منهم؟ مسلسل الجماعه وغيره في عهد مبارك كانوا بيزوروا الاخوان كملائكه، كمضحى بهم، كاشخاص تعرضوا لكذا وكذا وكذا، كل ده كان بيتكاتف. بس برضه وعادل امام مثلا نفسه كان ما كان بيقدم فيلم الارهابي، كان لازم يقدم مقابل الارهاب هو الانحراف الخلقي والانحراف الادبي وحاجات كتيره جدا جدا. ما حدش عارف يعالج الظاهره. حضرتك الظاهره حتى الان لم تعالج، ظاهره الارهاب، ظاهره الارهاب لم تعالج فنيا ابدا. تعالج فنيا محتاجه فكر تاني وطريقه تانيه غير كده. ما يكفيش ان انا اذكر قصه ارهابي، انما يجب ان اسلط الضوء على الفكر في داخل القصه وابين النتائج السلبيه اللي حصلت في المجتمع، زي قصه شكري مصطفى لما تقراها هنا. ازاي شكري مصطفى؟ انا بشكرك ساعه على هذا الكتاب، كتاب 50 عاما من الدم، موسوعه العنف في الحركات الاسلاميه المسلحه، الجزء الاول، وعلى الهداء الجميل لحضرتك. الله يبارك هو قدامنا على الشاشه، يعني اكيد هستمتع بقراءته. كويس. فعند حضرتك شكري مصطفى هنا هو فكر داعش اللي بتقابله دلوقتي، يعني من سنه 1974 لغايه 76 موجود فكر هذا الداعش، موجود فكر داعش. طب هل داعش هي جزء ثاني من القاعده؟ نعم فن؟ داعش جزء تاني من القاعدة؟ طبعا، مع أسوأ. طبعا داعش مع جزء تاني من القاعدة، من التكفير والهجرة؟ طبعا.
طبعا من تكفير الهجرة، يعني هي مسميات طبعا من الجماعة الإسلامية أيضا، من الإخوان في الآخر، ومن الإخوان في الآخر القطبيين بالذات اللي هم أتباع سيد قطب، اللي هم أتباع اللي هو التنظيم الخاص اللي بحكي لحضرتك عليه ده، اللي ممكن يتصور إن الغاية تبرر الوسيلة. مفيش مانع أقاتل في الاتحادية، مفيش مانع أقتل دول، لأن دول عايزين تدمير. عنده مبدأ ده غسيل مخ ولا بيبقى إيه يعني؟ ده تنظيم القطب، يعني أنا جيت لك دلوقتي أهو راجل عندي 40 سنة وانت عايز تشدني الاخوان، بتعمل ايه؟ ادخلك تنظيم القطب الاول من غير ما تشعر. ازاي من غير ما اشعر؟ عشان يعني ما الناس اللي بتشوفنا يخلوا بالهم من شبابهم. طبعا يعني بيحصل، يعني هنقعد مع مجموعه دينيه، وبعد ما نقعد مع المجموعه الدينيه هنتكلم. يعني بتستغل ضعفي، ضعف نفسي، بستغل احتياجك، ضياعك. يعني انا دلوقتي واحد مثلا بخطا وبعمل وبسوي، رحت ربنا خايف من مرض ولا حاجه، فرايح اصلي وحاجات زي كده، بتحس ان ده مش مسلم حقيقي، أو يعني جاي خايف فتستقطبه؟ شوف حضرتك، هو أيام عبد الناصر عمل مشروع قومي. الراجل لما قال الاشتراكية عمل مشروع قومي وتنظيم طليعي وتنظيم اشتراكي على مستوى الجمهورية. أراد إنه ينشر فكرة. إحنا ما عندناش الفكرة اللي ننشرها دي. الواقع المصري الآن مخلخل، يعني فاضي. تقدر حضرتك تصطاد اللي قدامك بشتى الطرق. طريق إن كله فكرة ومبدأ، طريق حب الجهاد، طريق التضحية بالنفس، طريق الجنة، أي حاجة. يعني أنت قدامك، يعني مين ممكن يصدق يقول لي روح فجر نفسك عشان في 60 حرية قاعدة مستنياك؟ يعني معلش، هو مين بيقول فجر نفسك؟ البداية ما بتكونش كده. يعني اللي راح فجر نفسه في الكنيسة البطرسية وفطر وأخته فطرته ومودياه على إنه هيقابل حور العين بالليل، ده زي بقى فيلم عادل إمام فعلا سفارة في العمارة، أما قال له طب استنى أنا تحت وبلاش أطلع فوق. يعني إزاي أنت بس مش بالبساطة دي، دي بتحتاج تربية معينة. طب إيه الحكاية؟ يعني أنا عايز أفهم ازاي بتستقطبه وازاي بتسحره وتنيمه مغناطيسي وتحركه زي ما انت عاوز بالريموت كنترول. يا فندم، استخدام الفراغ اللي موجود في ايه المستقبل. السحر في القطبيه دي علشان يعمل فيها ما بيدخلش بالقطبيه، هو بيدخل بالجنه والنار والرضا الالهي. حضرتك، هو زي ما الحكم كان مستتر تحت الستار الالهي، ايضا النصائح كانت مستتره تحت الستار الالهي. وانا يعني انا لما اكلمك من غير ما اقول لك ربنا هتخضع ليا ازاي؟ ده اخضاع وارهاب نفسي عن طريق الجنه والنار وعن طريق الارهاب بكلمه ربنا. دلوقتي بيمارس المساله دي، بتمارس في الاعلام المصري الان واحنا بنسقف لها، وكثير من الخدع والافكار العبيطه لا تؤاخذني بتتقال في التلفزيون، هون احنا بنسقف لها وبنفتح لها الباب وتعالى نتناقش. إيه؟ افكار عبيطه زي الاخ اللي قال مره لابد من هدم معهد الموسيقى العربيه لان له قبه والقبه تشبه الجامع وحتى لا يتدخل الامر على الناس. ايه الافكار العبيطه دي؟ وازاي افتح لها الاعلام ووصلها للناس؟ انا بساعد على انتشار الفكر العبيط، مش الارهابي، العبيط اولا. بعد كده بدخل من خلال الجنه والنار ومن خلال المشكلات الاجتماعية ومن خلال الفراغ النفسي اللي موجود إلى مسألة العمل القيمي، إنها هتعمل عمل قيم، هتعمل عمل فيه تضحية بالنفس والمال. كل اللي بيبدأ كده، ثم يتم الانتقاء حسب تطور الشخص. ما بيكونش الانتقاء كده عشوائي، لا، حسب تطور يعني الشخص. يعني هو ممكن يبقى عارف إن تامر ده مش هيجي منه، يبعد عنه من البداية خالص، يفضل في الجناح البعيد اللي هو الدائرة الرابعة، ليه المتعاطف. الله يفتح عليك. يعني هم في اللي زي ابو تريكه واللي زي مثلا، يعني بس ابو تريكه اعتصم داخل رابعه. يا باشا، في ناس كانوا بيبعتوا وجبات في رابعه وما كانوش يعرفوا. دورنا احنا بقى في التوعيه بعد كده. كان في سلاح في رابعه؟ طبعا، ومشي قبلها بيوم زي المغير ما قال. كان في حد يقول لحضرتك حاجه غير كده لا تصدقها. هل طبعا كان في سلاح؟ طبعا خرج من طبعا بلغوا بموضع بمكان الاقتحام، وقبل الاقتحام ب 12 ساعة السلاح كله خرج. هل الإخوان هددوا بحرق مصر في حالة هزيمة مرسي؟ كانوا يتصورون ذلك وحصل. هددوا؟ إحنا اللي تصورنا ذلك. إحنا اللي صدقنا، هم هددوا، بس إحنا اللي صدقنا. مرسي بياكل بط في السجن؟ معرفش والله. الحقيقة هل فعلا تم أكل البط والوز والحاجات دي في قصر الاتحادية، هذا القصر قصر الاتحادية كان فيه أكل. يعني يخش البلتاجي بقى ويقول عجاز بقى وحبيب قلبي، كان في اكل وكان في موائد وحاجات كده. انما طبعا كل اللي راحوا بيحكوا كلنا هناك. طب انا بقى كواحد اخواني وبقيت رئيس جمهوريه زي مرسي، أيوة، اما اشوف المرشد ابوس ايده برضه؟ يعني دي من المسائل والتقاليد الموروثه.
يعني بوس الايد ده او تقبيل اليد من التقاليد الموروثة. هو لما قدمها اعلاميا ده شو اعلامي عشان يبين ان الملك لم يزده الا تواضعا. هو كان يقصد ذلك، ما كانش يقصد تقبيل يد المرشد. وآية ذلك ان لا هو ولا المرشد لهم دور. القرار خير على النحو الذي حضرتك تعلمه او قراته في القصه يعني. القرار خيرت نسبة 100%. انا قلت كل ده في الفيلم بس انا بشرح انا بقول لك على النحو الذي انت تعلمه. بنسبة 100% القرار خيرت. ولا يجوز ولا يجرؤ انسان على انه يخالف قرار قاله خير. يجي لك القرار ازاي بقى؟ اخواننا رأوا او الجماعة رأت او الجماعة فكرت وقررت. انما لا ديمقراطية ولا شورى ولا تغيير نظام ولا رقابه ماليه ايضا. المساله دي مهمه جدا، المساله الماليه دي مهمه جدا. الاخوان ما حدش له علاقه بمال غير واحد بس خيرت، وهو اللي بينفق. ممكن يعمل لك حفله افطار تكلف 12 مليون جنيه، لكن انت مش هتعرف انها تكلفت 12 مليون جنيه، مش هتعرف حاجه خالص. هل فعلا الاخوان لابد ان ياخذوا نسبه من دخلهم الشهري ويضعوها في الجماعه؟ من باب الـ 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 الحقيقه لازم، لكن بتروح فين؟ لا انا بقول انت دلوقتي انا اخوانك لازم يستقطعوا مني كام في الميه؟ نسبه اعتقد حسب يسارك. الفقير ما بياخدوش منه اكتر من 2% 7%. وتروح فين الفلوس دي؟ الجماعه؟ لا ولا حد يقدر يجاوبك. ايوه انا هوديك فين؟ وحذاري من انك تسال حد الفلوس بتروح فين، لان ما حدش يعرف. ولا المرشد يعرف فلوس بتروح فين وايه اللي جه. ايوه ايه المكان الوعاء اللي بيحطوه فيه ايه؟ يا باشا بتتلم كلها، كل منطقة ومكتب إداري بياخد جزء له يمارس بيه نشاطه والباقي يورده الدعوة. إيه نشاطه ده؟ نشاطه شنطة رمضان، صلاة العيد. ما صلاة العيد دي كان فيها مباراة ومبارزة ومناطحة. احكي لنا عليها. صلاة العيد؟ هي السلفيين كانوا يحبوا هم اللي يقيموا صلاة العيد، والإخوان كانوا هم طول عمرهم بيقيموا صلاة العيد. لما حدث الاختلاف حدث تنازع على الأراضي. لما حدث تنازع على الأراضي بدأت المعارك. معارك عشان معرض لافغانستان، معارك عشان صلاه العيد. الحكومه حبت تريحهم، قالت والله احنا هننظم الصلاه، احنا هنديكوا 6. دي بقى حكومه مبارك اللي كان ضد الارهاب، اللي البعض بيعتقد انها ضد الارهاب. هندي السلفيين 6 مواقع في القاهره و6 في الاسكندريه، وهندي الاخوان 6 مواقع في القاهره و6 في الاسكندريه. اخترونا بقى بالباقي. تم الفصل بين القوات بين السلفيين اللي بقوا بعد كده اصحاب. يعني حضرتك ما سالتش عن الصحوبيه المفتعله اللي بين السلفيين. اذا كان الليبراليين بقوا صحاب الاخوان. ده احنا السلفيين الان احنا مكوين بنارهم ونار فتاويهم ونار موافقه المجتمع ليهم. بتبرر بايه فكره ان الدستور بتاع لجنه الخمسين كنت يعني انا اعترض على حاجات كتيره فيه؟ لا انا مش موافق عليه كله. لا اوعى تقول كده، استغفر الله العظيم، ده في ناس ممكن تبيح ودمه. انا مش موافق على الدستور كله ولا بالطريقه اللي اتحط بيها الصراحه ولا انا، بس يعني خلينا اقول يعني حط مجامله. هو ازاي يبيح او يقبل ان يكون في مفيش احزاب قائمه على اسس دينيه ويبقى في حزب موجود قائم على اسس دينيه؟ هو ده من الذكاء اللي استخدمه المجلس العسكري المجلس ملوش دعوه بقى. لا المجلس هو اللي جاب. ايوه ما خلاص الدستور الجديد بقى جه قال لك مفيش حزب على اسس دينيه. طب ازاي دلوقتي انا مش هقدر امنع دلوقتي؟ يعني انا مش مدافع عن الجيش، لكن انا ما اقدرش امنع حاجه متوغله بقى لها 30 سنه الان، لكن همنعها. انا بقول للسلفيين خدوا بالكم، خفوا الفتاوي شويه، ادخلوا في دار العلم كفايه عليكم قوي، وما تنسوش ان انتوا حتى الحكم القضائي مش هيحميكم. الشعب رافض اي غطاء ديني لاي فكره سياسيه. الشعب رافض، سواء الرئيس وافق او الرئيس ما وافقش، سواء البرلمان وافق او ما وافقش، الشعب رافض الفكره دي. انا بحذر من ان اللي جاي ما فيهوش دين مطلقا ولا سياسه. لا دين ولا سياسه. يا دين يا سياسه. لكن دين وسياسه؟ لا. يا دين يا سياسه. ده اللي جاي مطلقا. الفكره دي ظهرت في الشعب او امن بها الشعب بعد ما شاف عدم المصداقيه بتاع تطبيق السنه. السنه اللي اتطبقت دي ادت نوع من انواع الفطور لدى البنات، مش هيعود لدى الاولاد، مش هتعود تاني حتى لو الحكومه ارادت. فكره التجاره او الاتفاق مع حزب او الاتفاق مع جماعه عشان تدعيم السلطه، بيقولوا لا خروج على الحاكم، اديهم مساحه عشان بيقولوا لا خروج على الحاكم، التانيين يقولوا بابا مبارك اديهم مساحه. لا الكلام ده مش هيتكرر، مش هيتكرر الكلام ده. سؤال،
الدولار وأزمة الدولار الإخوان ليهم يد فيه؟ إذا اتظبطت خلال شهرين ثلاثة يبقى الإخوان ما لهمش يد، وبعدين الإخوان مش أقوياء أوي كده. نقول قطر لها يد، نقول تركيا لها يد. قطر يعني نعتبرها من الإخوان. إذا هنعتبر أصل قطر منفعية. مش دي اللي مشغلة الولد معتز مطر؟ مشغلة الكل. هي اللي مشغلة الكل، الكل بيصرف من نفقات ما قطر وتركيا. يعني هو احنا ما قولت لحضرتك النهارده الرئيس وجه لهم خطاب، الدول اللي بتلعب على الارهاب واللي بتدعمه تتوقف، انا لها ان تتوقف. يعني الرئيس قال لهم كلمه، ما هو يقصد مين يعني غير قطر؟ قطر اللي بتدفع. لا، والدكتور عبد المنعم سعيد في المؤتمر اللي فات قال قطر رسمي، قال القوى الشر تتمثل في قطر وتركيا وامريكا. طيب خلاص، يبقى لكن الرئيس بقى بيشتغل سياسه كويس وراجل فاهم فمسؤول. انت رشحت شفيق ولا مرسي؟ يعني ده أول مرة أقول يعني. شفت السؤال ابن لزيمة. أنا طول عمري كنت أقول أنت نعت. إنما في الحقيقة أنا كنت ضد مرسي. يعني رشحت شفيق. طبعًا. وفي أول مرة رشحت عبد المنعم الفتوح ولا مرسي ولا عمرو مرسي؟ عبد المنعم الفتوح. وهو عبد المنعم الفتوح ما هوش إخواني؟ لا مش إخواني. يا نهار أسود. عبد المنعم الفتوح مطرود من الإخوان. ما حضرتك في معلومات لازم تعرفها، عبد المنعم الفتوح اتطرد من الاخوان، هو حضرتك مصدق ان هم طردوه علشان الرئاسه ومش الرئاسه؟ لا طبعا، عبد المنعم الفتوح مطرود من الاخوان من اكثر من 10 سنين سابقه. هل هو طبيب فاشل فعلا ولا هو لا ده طبيب كويس وكان عضو وكان رئيس اتحاد الاطباء العرب. ايه تاريخه غير ان هو وقف قدام السادات هو وحمدين؟ يعني ايه التاريخ اللي خلى عبد المنعم الفتوح وحمدين ابطال كبار قوي غير ان هم وقفوا قدام السادات؟ والسادات قال له اقعد يا ولد والحكايه دي. هو عبد المنعم فتح فارس وحمدين فارس. عدم قدره الواقع على التعامل معاهم ده فشل في الواقع، مش فشل فيهم هم. هم اشخاص عاديين ليهم اخطائهم. يعني انا اقول لك ان عبد المنعم ملوش في السياسه خالص. هل ممكن يبقى هو المرشد الجديد للاخوان؟ مفيش مرشد حضرتك، مفيش مرشد. لا يعني اخوان يولوك يا فندم، مفيش الكلام ده، خلاص خلص. لازم تقتنع ان الكلام ده خلص، محدش هيسمح بعد كده، ولازم المباحث تقتنع. ابحثوا عن الجديد بقى، الاخوان خلصت خلاص. ايه الجديد؟ الجديد التنظيمات التحتيه اللي بتتكون دلوقتي. ما هي راسها الاخوان. لا، كان راسها الاخوان. دلوقتي راسها ايه؟ لا لا، دلوقتي الرؤوس اختلفت يا سعاده الباشا، الامور كلها اختلفت. انا عايز اقول لحضرتك ان لازم تسال اللي دخلوا جبل الحلال النهارده لقوا ايه؟ لقوا غرفة عمليات، ولقوا تليفونات سوريا وجوافة، ولقوا سوريا وروسيا، ولقوا مش عارف ناس متعلمين بره، ولقوا فلوس، ولقوا يعني. شوف حضرتك الوضع اتغير. بس ده هرجع تاني بس افكر الناس، سيادتك قلت ايه جبل الحلال اللي احنا فيه ده دلوقتي؟ ده فاتورة السنة بتاعت مرسي. مرسي طبعا، بس احنا قلنا الكلام ده في ايام مرسي. مهم جدا انك تقول برضه دي، ان انا قلت الكلام ده في برامج الدكتورة هالة ثلاث اربع مرات، ولما الصواريخ دخلت قلت ان الصواريخ دخلت، ما حدش كان مصدق. قلت ان الصواريخ دخلت عن طريق الانفاق. دكتور مختار، ما انك عرفت ده قبل كده، هل في اي تنظيمات تحتيه ضد الدوله ليها علاقه بالارهاب والدوله ما تعرفش عنهم حاجه؟ السلفيه الجهاديه بتنتشر الان. ما هي تعريف السلفيه الجهاديه؟ السلفيه الجهاديه حاجه كده منبثقه من الفكر السلفي، من طريقه تفكيره. لكنهم بيعتبروا يعني دول اللي عايزين يغطوا التماثيل، يهدوا الاهرامات. لا، ما الفكر السلفي مله واحده، حاجه واحده، طريقة واحدة في التفكير، لكن دول بيضيفوا عليه أحاديث الجهاد. زي لما جه محمد عبد السلام فرج وراح قايل الفريضة الغائبة. إيه الفريضة الغائبة؟ الجهاد. لما جاب الكتاب بتاعه اتقتل السادات. كان طول عمر الجماعة الإسلامية موجودة. ظهرت الفريضة الغائبة بأدلتها الشرعية، بقت قصة. يوم ما مات السادات فرحت؟ أنا يوم ما مات السادات كان سني كام؟ أنا مش فاكر كان سني كام. أنا كان عندي 6 سنين. طب انت فرحت؟ لا زعلت، ده انا امي فضلت تعيط وتصوت يعني. فاكر المشهد ده زي ما انا قلت لحضرتك جمله قالها اسامه الباز، وادعو الله كده ان المحيطين باسامه الباز يفتكروه. قال له لو كان انت اطلقت العفريت هو اللي هيقتلك. قال له هو اللي هيقتلك. انت فرحت؟ فرحت قتل السادات؟ نعم. انا فرحت ولا زعلت؟ هو السادات ما كانش مني، كان ضدي يعني. بس مقتل السادات حسب المعلومات اللي تحت ايدي لم يكن فقط لقتله، وانما كان انقلاب، بمعنى كلمه انقلاب. يعني كان في جماعات هتروح تختل ماسبيرو، كان في يعني كان في خطه شامله لاعلان الدوله الاسلاميه. الناس اللي قتلوا السادات ابسط في الفكر من هذا الكلام،
وسطحيين جدا. هو اللي يقتل اصلا لازم يكون تافه ومعندوش روح. وسطحي جدا. حضرتك وسطحي. الفكره نشأت في ذهن من يقتل محمد عبد السلام فرج وخالد الاسلامبولي وهم قاعدين في قعده لما قال مرمي زي الكلب. هي الفكره نشأت من هنا. ادي اللي حصل. هل فعلا عمر عبد الرحمن ما كانش يعرف؟ عمر عبد الرحمن كان امير التنظيم وان قيل عكس ذلك. عمر عبد الرحمن صاحب الله يرحمه صاحب فتوى سلقه محلات الذهب. الله يرحمه ازاي طيب؟ صاحب فتوى ايه؟ سلقة محلات الذهب أيه؟ الخاصة بالأقباط. وهل هو أمر بقتل أنور السادات؟ طبعا الاجتماع كان الأمير عمر عبد الرحمن الأول كان الأمير طه السماوي ثم تغير الأمير. ده حاجات دي عايزة حلقات كتيرة يا أستاذنا. ما ينفعش حلقة واحدة يعني. دي حقائق لازم الناس تعرف. عمر عبد الرحمن الله الجماعة حرم. الإسلامية قالوا إن عمر ما كانش يعرف. الجماعة الإسلامية ما كانش متابع زي باسم مرسي كده. لا 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 عمر عبد الرحمن خد براءة لأن القضاء المصري غير امريكا خالص. احنا عندنا انسانيه وعندنا حقوق انسان غير امريكا خالص. امريكا ما عندهاش الكلام ده. ما عندهاش واحد اعمى نحبسه ولا ما نحبسهوش. ما عندهاش احنا الكلام. عندنا حقوق انسان وهم ما عندهمش حقوق طبعا. انسان مع ان العكس هو اللي بيتقال. لا, لا 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 زي ما قالوا على مبارك عميل امريكان وعميل الصهاينه. يا باشا قله احنا عندنا ما فيش جهاز العام للاستعلامات مش شغال. الهيئه العامه للاستعلامات يعني في امور كتيره احنا عندنا. امير الجماعه الاسلاميه عصام درباله نفى مع الاهرام ان عمر عبد الرحمن قتل السادات او له علاقه بقتل السادات. قول لي يا عصام الموضوع ده انت في اعترافاتك قلته في القضيه وقلت الاجتماع اللي حصل وكان عمر عبد الرحمن فيه ونصبتوه وناس اعترضت قالت كيف تنصب اميرا اعمى ولكن في النهايه تغلب الراي اللي بينه. امير الظلام. ما هو ده من الافلام مضحكه برضه. ده انا اللي كبه خلي بالك. انا اللي كبه خلي بالك. انا اللي كبه خلي بالك. طيور الظلام ولا امير الظلام؟ امير الظلام. لا انا بتكلم على طيور الظلام. بس فيلم حصل اللي هو ايه؟ طيور الظلام تحقق. لا طيور الظلام كان بيصور الشخصيات بطريقه تؤدي الى تعاطف الناس معاه. ليه؟ ما هو كان بيتكلم عني في الموسيقى والكلام ده. لكن كان بيؤدي ما هو الاخوان بيسمعوا موسيقى وبيلبسوا بدل ايوه يا سيدي. بس هو لما تيجي تبالغ في الاحداث وتوصف لي المساله بهذه الطريقه وان الطرف ده فاشل والطرف ده فاشل وتؤلف قصص مش هي دي المعالجه. انت حضرتك عايز تعالج ارهاب ولا عايز تشجعه؟ ما تسيرش قضايا يبان فيها المظلوميه بتاعت الاخوان. هذا رايك لكن انا حابب الفيلم وحابب فكره. لا الفيلم ده موضوع تاني. الناحيه الفنيه ما احنا حابين اي حاجه تتعمل في هذا المجال بنحبها حتى لو كان فيلم مش عارف نبيل عبيد او مين او ناديه الجندي. اي حاجه ضد الارهاب احنا بنحبها. لكن لما نيجي نتكلم على مصداقيه المعالجه ده موضوع تاني. احنا في برنامج علمي اكتر منه برنامج توك شو وكلام ده. لا احنا في برنامج علمي بنقول للدوله يا دوله طريقه معالجه الارهاب تختلف. القوه الناعمه اخترقها الاخوان كتير. حضراتكم مؤسسات. عمرو خالد اخوان جه كان عمرو خالد دلوقتي مش ولا حاجه خالص. ولا حاجه ازاي يعني؟ يعني مش اخوان ولا غير اخوان. معز مسعود اخوان ولا ده بابا. حضرتك اخوان يعني يدعو الفكر. ما حدش بيدعو الفكر دلوقتي. كله بيدعو المصلحه. الدعاة الجدد دول مش اخوان؟ لا طبعا. الدعاة الجدد شيل عنهم الدعم التلفزيوني هتجد امور جديده. انت حضرتك يعني زينت المسائل مش لازم نوزنها صح. يعني في تمويل ولا ايه؟ طبعا وفي تمويل يبقى اخوه. والدعاء لا مش تمويل له. تمويل من نفس القنوات اللي تتبناها. يبقى اخوه. ازاي يعني؟ القنوات اخوانه جابوا اخوه. والله حضرتك اسال القنوات. انا ماليش دعوه. انما انا بكلم حضرتك كلام علمي مجرد ماليش دعوه بحاجه. كلام علمي مجرد طريقه معالجه الفكر. لازم مشروع قومي الناس تلتف حوله. ساعتها الناس قدمت لك السبت. الناس بتبلغك بالارهابيين. الناس تعاطفت وبتطرد اي واحد بيحمل فكر. انما انت ما قدمتش حاجه للناس. لازم تطرح فكر. حتى وزير الثقافه مع الاسف. وزير الثقافه احنا كنا بنتعشم ان يكون فعلا وزير الثقافه. للاسف الشديد خلى الناس تطرحها مع فاروق حسني. ايوه فاروق حسني كان وزير عظيم على فكره. هذا رايك لكن انا زعلان ان فاروق حسني الان بمقياس المقارنه اصبح وزير عظيم. اللي عمله فاروق حسني للثقافه انا قلت لحضرتك بمقياس المقارنه اصبح زي حضرتك ما قلت. لكن في الاصل ما كانش وزير عظيم. الجامعه الاسلاميه وضعها ايه دلوقتي في مصر؟ الجماعه في العالم كمان. الجماعه الاسلاميه عملت مراجعه حضرتك طبعا سمعت عنها. طبعا المراجعه دي كان قايم بيها الحاج مصطفى الله يرحمه. ده راجل لواء امن دوله وتحت اشرافه امن بها من امن وعلى راسهم كرم زهدي ونجح ابراهيم. دول 10 على 10.
الباقي لما جت فرصه الاخوان كتير جدا رجع في كلامه، لان لقى البيضه الذهب هنا مش البيضه الذهب في المراجعه، لكن نجح ما رجعش ولا كره. اللي رجعوا في كلامهم راحوا التحهم بالاخوان، الاخوان قدموهم كدرع يتطرسوا بيه في مواجهه الانقلاب او الجيش او غدر الزمان، فراحوا مقدمينهم، قدموهم مش بس كده، قدموهم وجعلوهم هم الاساس في احتفالات الاستاد. الله، الزمر اللي قتل السادات كان في الاحتفال بتاع نصر السادات. الشيء الغريب كمان الاعلام ساهم في ذلك، مسمى فعاله، الاعلام المصري قدم الزمر. امال ليه؟ الاعلام بيحب الطبيل. الاعلام المصري بس والله 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 وحياه اولادي لو انا موجود ما كنت طبلت، لو كنت قلبت الدنيا بس ما كنتش موجود. لا كلهم كانوا في استقبال عمر، يعني انا متهيألي ان جثمان الامير الاعمى عمر عبد الرحمن الامير الكفيف الله يعني متهيألي ده كان تضحك عليه الله يرحمه، متهيألي ان ده كان ارض خصبه جدا انك ممكن تلقط يعني للامن الدوله او الاجهزه الامنيه، كانوا يلقطوا ناس كتير قوي. انما الاجمل من كده ان هم يلقطوا من خلال العدد ان مصر لسه في خطر. مصر في خطر طبعا. بيشتغلوا ازاي الوقت؟ طيب قبل ما نختم فقرتنا لازم افهم السريه دي مش هنقدر نكشفها ولا بمراقبه التليفونات ولا حاجه، نقدر نكشفها بمستوى شعبي عام، بقاعده شعبيه عامه، احنا نملك القاعده الشعبيه العامه. زمان اللي كان بيتعامل مع امن الدوله عندنا محامين وبتاع كانوا يتعاملوا مع امن الدوله. تقصد مين يا استاذ؟ المحامين؟ ما حضرتك عارفهم. تخان؟ ايوه. كان زمان محامين بيتعاملوا مع امن الدوله كنا نحاول ان احنا نخفف عنهم شويه. انت مضطر لذلك، انت تفعل ذلك من اجل المصلحه العامه. دلوقتي الناس بتفتخر انها بتتعامل مع امن الدوله، تفتخر انها بتتعامل مع وزاره الداخليه، وتتمنى انها تتصل بالداخليه تقول لهم في بيتنا ارهابي تعال فاقتله. هو انا بتعامل مع اجهزه امنيه لاسرائيل او للصهاينه؟ الاجهزه الامنيه ده جهاز امني مصري وطني يعني دلوقتي. دلوقتي واخد شكل وطني، وقبل كده وطني ولا هم هم رئيس؟ قبل كده كان بيحققوا ذاتهم، كانوا هم بيسيطروا على بقيه الاجهزه. حضرتك لا مش عايزين ننسى الماضي كله، كان في صراع مؤسسات. اسامه مباركي يا باشا على الرحمه والسعه، ما انا من انصار اسامه الباز. بس اسامه الباز ما كانش رئيس جمهوريه. اسامه الباز كان اهم من رئيس الجمهوريه. لا لو فضل مستشار سياسي للعصور المختلفه كان رجلا مهما يعني، لكن لا مش كان رئيس كان يعني لم يعطي لمصر ما اعطاه مبارك، يعني ما اسجل تحفظي يعني. خلاص الحلقة دي جميلة عشان اختلفنا فيها والله. لا لابد ان نختلف بس نختلف. أسامة الباز كان سياسي محنك وكان زاهد. كان زاهد. خلاف منتصر الذات أسامة عاشور شايفه حضرتك ازاي؟ يعني زيه زي يعني سامح ده يعني هل نقدر نقول دي حرب النصريين مع التيار الإسلامي؟ ولا نصريين ولا تيار إسلامي، ولا ده نصريين ولا ده تيار إسلامي. حضرتك لا ما لا 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 افصل الموضوع ده خالص، افصل التيار الاسلامي خالص. هو منتصر ايه؟ مش بتاع الجامعه الاسلاميه؟ كان. ودلوقتي ايه؟ والله ده هو محامي اسره عمر الرحمن وكان يا سعاده الباشا بي. والدكتور مندور برضه محامي عمر عبد الرحمن، وممدوح اسماعيل محامي عمر عبد الرحمن، واسره عمر عبد الرحمن اي حد محامي. انما انا بقول لا ده اسلام ولا ده نصيري. سامح واكتفي عند هذا الحد. سامح عاشور نصيري؟ سامع عاشور صاحبي الان، صاحبي مش عايز ازعله مني، انما طبعا مش نصيري. صاحبي نصيري ده فيلم، اسم فيلم حلو صاحبي نصيري. لا بس هو ملوش علاقه مثلا. وانا مباركي. سامع عاشور جرب صاحبك مباركي وصاحبك نصيري. لا هو جرب، سامع عاشور جرب افكار جديده دلوقتي بيعملها في النقابه من اجل تطهيرها، احنا واقفين معاه فيها رغم ان القضاء حكم بالغاء القرار، لكن احنا واقفين معاه. اخر سؤال اساله لحضرتك، في خلاف على بين افراد العصابه اللي هي الاخوان يعني على مليار دولار. مليار. ايه رايك في هذا الخلاف؟ في خلاف حاليا. مليار دولار دور فين؟ وايه الخلاف؟ وتوزعوا ازاي؟ وجم منين؟ بالظبط. ونقول بعد كده الاخوان ما لهمش علاقه بازمه الدولار. لا انا ما قلتش منهم، غير قادرين على صناعه ازمه. اضعف من ان يصنعوا ازمه دولار. عشان ما تنفخهمش. عشان ما تنفخهمش قوي زاد عن الازمه. ليه بيتخانقوا؟ ليه بيعملوا الحاجات لا دي ده الخناق اذا اختلف اللصان ظهر المسروق. ده امر طبيعي. امر طبيعي جدا بيحدث. هيدبحوا بعض الفتره اللي جايه؟ لا الفتره اللي جايه هتنفصل الاخوان الى اخوانين. اخوان متبرئه من اخوان، واخوان بتجعل الفصيل الثاني براها. وده مش تمثيليه؟
لا لا مش تمثيليه فعلا. حضرتك لما تيجي تدرس، لما تيجي تقرب من التنظيم الخاص، تشعر انه نصب عليك. اي واحد من الشباب اللي ما كانش بيصدقنا زمان، دلوقتي لما بيقعد معانا الامر اختلف. في نصب على المليون دولار دول؟ انا طبعا في نصب. انا حضرتك احيانا كنت بروح عزاء اخوان ما كانش حد بيسلم عليا. النهارده لما بروح الوضع اختلف. لا كثيرين جدا بيجوا يسلموا عليك، يا سلام، وانت فعلا عندك حق، وفي حاجات كتيره ظهرت. الامور بتظهر مع الوقت. احنا لازم حضرتك نفرغ لهذا المجال العلمي وقت وجهد وفكر. النهارده حصل ان الرئيس مبارك حصل على حكم البراءه في قضيه قتل المتظاهرين. هل من قتل المتظاهرون هم الاخوان؟ انا مش عايز احاول حلقه تنبذ معاك عشان انا بحبك يعني، انما هو مبارك حصل على حكم أسوأ، سرقه القصور. مش قضيه خالص، ما هو قضيه دي ملهاش علاقه، هي هي قضيه ياخد براءه علشان ضعف الدليل، ولانها قدمت في زمن الفتنه. يعني انت لسه متصور وانت بتقول لي ان رابع يوم الاخوان دي ثورتهم وهم اللي نجحوها، ان مبارك اثر متظاهرين؟ لا، اتصور ان ليهم يد طبعا في موقعة الجمل، واتصور ان ليهم يد في اشياء كثيره جدا وفتن حصلت وهرج ومرج، ليهم يد فيها طبعا. انما مسؤوليه رئيس الدوله قائمه، ومش ممكن ننكر. اصل مسؤوليه مبارك مش النهارده، مبارك لما محمد محمود كانت الدوله عند امين المجلس العسكري، معنى كده انه حكم المجلس العسكري مسؤول طبعا، مسؤول. السياسه، شوف حضرتك، السياسه غير الفعل الجنائي. الفعل الجنائي ركن مادي وركن. يبقى اذا الفعل الجنائي يبرئه، وهو كان يحاكم امام محكمه الجنايات. الفعل الجنائي يبرئه جدا. انت شايف كده؟ نعم، حضرتك محامي، الفعل الجنائي يبرئه جدا. انا ما في حاجه في اسمها المحاكمه السياسيه وال طبعا في محاكمه شعبيه. شعبيه؟ اعتقد ان التاريخ مش هيفوت لمبارك انه قضى على كل افكار النخب الا الاخوان، وانه استثمر الاخوان استثمار ضر بمصر، والسادات نفس الحكايه. المهم من التاريخ لما يجي يتكلم على السنه بتاعت مرسي يديها حقها من الرفض، هي دي المشكله. هو بيدي الاخرين حقهم من الرفض، لكن السنه دي فيها اسرار كتيره جدا لازم تعرفها، فيها اتفاقات لم تنشر بعد. عندك منها جزء؟ ليه؟ الاسرار دي طبعا يا فندم عندي منها يعني اجزاء. يعني توعدني بحلقه ثانيه نعملها؟ طبعا انا بقول ساعتين؟ طبعا عندي اجزاء. طب هل فيلم اللي حضرتك شفته المشخصات اتنين فيه من هذه الاسرار؟ 80%. 80%؟ اه، وصف اللقاء بالمندوب الامريكي وصفا دقيقا في الالفاظ، وهذا حدث. وانا قلت انا اللي كبه برضه، خلي بالك. والله؟ اه انا برضه ده لكبه. فيلم جاي. حازم صلاح ابو اسماعيل، اوعى تصدق ان هو خرج علشان ام امريكيه او انا سعيد انك سالتني السؤال ده. حازم صلاح انما حازم صلاح ابو اسماعيل طرد من الرئاسه، مش عشان حاجه، مش عشان هو صح ولا غلط، عشان الاصوات اللي معاه هتدي لاخوانه. ولا تصدق ان عمر سليمان الفحص بتاعه. المهم النتيجه ان انا بقول لحضرتك شفيق هو رئيس الجمهوريه التالي ال 25 يناير. دكتور مختار نوح، بشكر سيادتك جدا، وعلى وعد ان حضرتك هتبقى معايا مره في حلقه نتكلم عن اسرار عام اسود في تاريخ مصر، بدا في 2012 انتهى في 30 يونيو 2013. ده وعد هنتكلم فيه عن اذا كان لينا عمر باذن الله. طبعا كيف يعني تاثر الدستور الحالي بهذا العام؟ دي بقى اهم نقطه، ده ممكن نقعد نتكلم فيها بره طبعا. الفقره اللي جايه هيكون عنوانها قصه طالبه مصريه تحصد جائزه دوليه في علاج السرطان. ضيوف فيها الدكتوره نوال الدجوي، رئيس مجلس امناء جامعه 6 اكتوبر للعلوم الحديثه والاداب، الدكتوره ريهام محسن استاذ بكليه التكنولوجيا الحيويه، الطالبه نانسي كارم، وايضا زميلها الطالب هشام اشرف. أشكر سيادتك مرة تانية دكتور مختار. الله يشكرك. ونخرج لفصل إعلاني ونعود مع فقرتنا التانية.